السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله معانا منهج كونكت بلس برايمري 2 او الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ودي اول حلقة في شرح المنهج، حلقة تعريفية بالكونتنتس او المحتوى الخاص بمنهج كونكت بلس. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. منهج كونكت بلس الترم الاول بينقسم لتو سيمز، تو سيمز او محورين. المحور الاول اسمه هو ام اي، هو ام اي او من انا، من اكون. والمحور الثاني اسمه ذا وورلد اراوند مي، ذا وورلد اراوند مي، العالم من حولي. اما بالنسبة لسيم 1 هو ام اي او المحور الاول من انا من اكون، بينقسم ل 3 يونتس او 3 وحدات. يونت 1 وعنوانها Ready, Get, Set, Go. Ready, Get, Set, Go، وهي بتكلمنا عن الاستعداد لفعل أي حاجة بنعملها في حياتنا وحقوقنا وواجباتنا، Our rights and duties أو حقوق بتاعتنا والواجبات بتاعتنا، وهنتعرف عليها في شرح Unit 1 إن شاء الله. Unit 2 وعنوانها Let's Get Fit. Let's Get Fit و Let's Get Fit، اليونت دي بتكلمنا عن أجزاء جسمنا وعن الهيلثي فود أو الطعام الصحي والأنهيلثي فود أو الطعام الغير صحي، وهنتعرف على المعلومات الخاصة بيها وإحنا بنشرحها. أما يونت 3 فهي عنوانها A day in my life، A day in my life أو يوم في حياتي، A day in my life. وطبعا يونت 3 بتكلمنا عن الوظائف المختلفة، الشيف والفيشرمان والفارمر، بتكلمنا كمان عن الديفرنت جوبس او الوظائف المختلفة. اما سيم 2 او المحور الثاني The World Around Me، العالم من حولي، فهو بينقسم ل 3 units زي ما قلنا، وطبعا بيبدأ من unit 4. unit 4 into space، into space في الفضاء، into space، وبيتكلمنا عن السماء sky وcloud الغيوم والsun والstars، فطبعا في معلومات جميلة قوي في unit 4. unit 5 اسمها a boat trip، a boat trip او رحلة بالقارب، وطبعا هي بتكلمنا عن رحلة جميلة ممكن نعملها بقارب ونستمتع بيها. unit 6 اخر unit في المنهج وعنوانها monuments، monuments او الاثار، وبتكلمنا عن المتاحف او الميوزيومز والاثار المختلفة، وهنتعرف على المعلومات بتاعتها واحنا بنشرح مع بعض. طبعا هنشرح المنهج مع بعض بالكامل، وهنحل كمان التدريبات الخاصة بالاكتيفيتي بوك، الاكتيفيتي بوك او كتاب التدريبات هنحلها مع بعض ان شاء الله. وبالنسبة للمحور الاول هو ام اي، من انا، من اكون، طبعا يونت 1 Ready, Get, Set, Go. وطبعا لازم نكون عارفين في Unit 1 الوحدة الأولى أول حاجة الـ Greetings أو التحية. فأول حاجة Good Morning، Good Morning في الصباح بنقول للبعض Good Morning, Good Morning، فطبعا وقت الصباح اسمه Morning، Morning يعني صباح، فتحية الوقت ده لما بنقابل حد ونقول له صباح الخير بنقول له Good Morning, Good Morning، صباح الخير. وقت بعد الظهر اسمه afternoon، afternoon بعد الظهر، فلما بقابل حد في الوقت ده بقول له good afternoon، good afternoon يعني تحية بعد الظهر. وطبعا المساء اللي هو وقت الغروب بتاع الشمس، بعد الغروب بتاع الشمس بشوية، ده اسمه evening، evening، evening. وطبعا الوقت ده لما بقابل حد فيه وبحب احييه بقول له Good evening، مساء الخير، Good evening، Good evening. واخر حاجة بالليل خالص يعني night، night يعني بالليل. وطبعا لما باجي بخش انام او لما اي حد بيجي يروح ينام بيقول Good night، Good night يعني تصبحوا على خير، Good night، Good night، Good night. فدي اول حاجة لازم نعرفها في unit 1 هي الـ greetings أو التحية. إحنا بنحيي الأشخاص المختلفة طبقا للوقت بتاع اليوم، الصبح ليه تحية مختلفة عن تحية بعد الظهر، مختلفة عن تحية المساء، حتى وإحنا رايحين ننام
بنقول جود نايت او تصبحوا على خير. تاني حاجة لازم نكون عارفينها مع بعض، لما باجي اسأل حد واقول له كيف حالك، انت عامل ايه، بقول له how are you، how are you، كيف حالك، how are you، فهو بيرد علي وبيقول لي I am fine okay، I am fine، وبعدين ممكن كمان يقول لي okay، فبيقول لي I am fine، أنا بخير، ممكن يقول لي okay، أنا بخير برضو، الاثنين بنفس المعنى، I am fine، أنا بخير، ممكن يقول okay، okay يعني أنا بخير برضو، في الآخر بيقول thank you، thank you، شكرا لك، شكرا إن أنت بتسأل عليا، I am fine أو okay، وفي الآخر يقول thank you، thank you، شكرا لك. طب لما اجي اقول لحد اشوفك بعدين، فبقول له ايه، ممكن اقول له see you later، see you later، اشوفك بعدين، see يعني يرى، you انت، later فيما بعد، ف see you later، اراك فيما بعد، اشوفك بعدين. ممكن اقول له كمان اشوفك قريبا في وقت قريب، اقول له see you soon، see you soon، اشوفك في وقت قريب، ان شاء الله اشوفك قريب، see you soon، see you soon يعني أشوفك في وقت قريب، أراك قريبا، see you soon، أراك قريبا. وطبعا لازم نعرف الكلمات المختلفة والجمع بتاعها. طبعا احنا عارفين ان اي كلمة عادية ممكن نشوف الجمع بتاعها، فدايما بنحط لها اس، يعني مثلا لما اجي اقول مثلا arm، ذراع، لما اجي اجمعه بحط له اس واقول arms، arms، أذرع، leg، رجل، لما اجي اجمعها بقول legs، legs، ارجل. فغالبا اي اسم بعمل لها بحطها في صيغة الجمع او البلورال بنحط لها اس، لكن في شواذ للقاعدة دي، في كلمات او اسماء لما بنيجي نجمعها ما ينفعش نحط لها اس، بيبقى ليها نطق تاني وصيغة تانية مختلفة عن صيغة المفرد بتاعها، زي مثلا كلمة child، child يعني طفل، child، child يعني طفل، child. لما باجي اجمعها ما ينفعش احط لها اس واقول childs، لكن بنقول children، children يعني اطفال، children، children يعني اطفال، children، children يعني اطفال. وطبعا لما اجي اقول احفاد، يعني في الاسرة بتاعتنا في جد وجدة واب وام وابناء واحفاد كمان، فبنقول grandchildren، grandchildren يعني أحفاد، grandchildren يعني أحفاد، grandchildren. مرة كمان grandchildren، grandchildren يعني أحفاد. وبكده نكون أخذنا مقدمة بسيطة عن منهج Connect Plus Primary 2 أو الصف الثاني الابتدائي Term 1 الترم الأول، وأخذنا بعض المعلومات البسيطة من Unit 1 Ready Get Set Go، ونكمل الشرح بتاعها مع بعض الحلقة الجاية. وفي الختام أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة، لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.